خطر ضربة الشمس اليوم عالٍ عالٍ جداً شديد. الطقس حار، أليس كذلك؟ عجباً، زيارة الصحراء الكبرى في موجة الحر هذه كانت فكرة سيئة. لو أجد مكاناً أن تعيشوا فيه فقط. واثق من أن مالك ذاك المنزل لن يمانع مشاركة حوض السباحة مع هذا السائح الغريب. ما لا يمكنني تقبله هو مشاركة حوض السباحة مع سائح غريب. أنا قادم قادم قادم. حسناً، حان وقت أول غطسة لليوم. ماذا يجري؟ أرنب؟ مرحباً صديقي، لديك حوض سباحة جميل. ما الذي تفعله في حوضي؟ أنا أسبح. وحقاً؟ ما المشكلة صديقي؟ أنت هي. تدركون طبعاً أن هذا يعني أنتم تعرفون معمل المياه والطاقة. قسم المياه والطاقة. شبكة المياه. على مقياس رختك. مرحبا صديقي، هل تسكب لي شرابا من فضلك؟ ما رأيك بوخزة قوية؟ هل من كلمة أخيرة؟ أجل، أصبح هذان الخفان قادمي الطراز منذ 3 عقود. حقا؟ في الواقع، ما كنت لأشتري هذين الخفين أبدا. حسنا، كنت سأنزعهما. يا هلا الهول، الأرض ساخنة جدا. طبعا صديقي، الشمس لا تلعب معنا، من الأفضل أن تضع واقيا. عيناي، أنا لا أرى شيئا. سأحضر لك لوحة غطس من هنا.